ليه ما حدش واقف على بعد العشر ياردات للضربه الركنيه؟ غريبه جدا. لعب الثاني عليا فوق، واول اهداف لنادي الزمالك على اعتبار كان في اعاقه او حاجه، وبيقولوا للحكم روح كلم الحكم المساعد. هنا طبعا ما ادانش اي حاجه ابدا بالنسبه لنا، الاعاقه والزياده العدديه واضحه، مش باينه الامور، نزلت على الارض ودخلت في ضربه حره لافريكا سبورت جوه منطقه الجزاء. الحاجات دي خطر جدا، يا الله حكم اللي ادي عبد الواحد خد قرار انه يطلع، طالما طلعت يا عبد الواحد لازم تلمس. ادي اللمسه طبعا ما تبانش هنا ابدا، ما تبانش ابدا، يعني برضه هنا هيبقى صعب الحقيقه، هيبقى صعب. كاتش الكاميرا جانبيه، بشوف عبد الواحد طلع، كان لازم يضرب البوكس. عبد الواحد حارس كبير لن نختلف، حارس عظيم لن نختلف، لكن خطا اعظم لن نختلف. هذه اللعبة الأخيرة والله فيها شك. 2-0 و2-0، هذه المرة ضربة الجزاء 2-1. يا سلام.